مساحتنا الطبية يا سالي لليوم رح نسلط فيها الضوء على موضوع قصور الغدة الدرقية، أسبابه وأعراضه وطرق العلاج، أمور رح نناقشها أكيد مع الدكتورة أمل حرفوش رئيسة الرابطة السورية لأطباء الغدد الصم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وسهلا فيكم. صباح الخير دكتورة. صباح رمضان كريم. خلينا بداية نعرف مشاهدينا عن الغدة الدرقية. طبعا الغدة الدرقية هي غدة موقعها في العنق، مقدم العنق. طبعا هي الغدة الدرقية مسؤولة عن الاستقلاب، كل شيء أي خلل بإفراز الغدة الدرقية سواء بالزيادة أو بالنقصان سيؤثر على الاستقلاب بشكل عام، لأنه الهرمون الأساسي اللي بتفرزه الغدة الدرقية هو التيروكسين، هو هذا مثل ما حكينا الأساس في الاستقلاب. نعم. فالغدة الدرقية أي خلل بإفرازها ممكن أنه طبعا يعطي سلبا أو إيجابا حسب نوع الإفراز. دكتورة خلينا نحكي أكثر عن أعراض قصور الغدة الدرقية. بيقولوا مثلا واحد إذا زاد وزنه، مثلا إذا شعر بالأعياء والتعب وكثير من الأسباب الثانية، خلينا نحكي عنها. طبعا الغدة الدرقية مثل ما حكينا أنه أسباب أمراضها مثلا ممكن أنه نلاقي قصور غدة درقية، وهو الأشياء ممكن نلاقي فرط نشاط غدة درقية بزيادة الإفراز مثل داء جريب أو غيره، ممكن نلاقي التهابات بالغدة الدرقية، ممكن أن تسبب كمان خلل بإفراز الغدة الدرقية. هلأ قصور الغدة الدرقية مثل ما حكينا هو الأشياء، وخاصة عند النساء وخاصة في سن فوق 40. طبعا هو لا يقتصر على عمر، ممكن نلاقي عند الأطفال، ممكن نلاقي عند البالغين، ممكن نلاقي عند المسنين. فقصور الدرقية ممكن أنه نلاقي عند أي فئة عمرية، بس الأغلب هي عند النساء. طبعا اهم اعراض الغده الدرقيه ممكن انه نلاقي اعياء غير ليس له سبب، يعني مثلا تعب، اعياء، الم عضلات، الم بالمفاصل، ممكن انه اعراض غير نوعيه مثلا جفاف بالجلد، مثل ما بيقولوا بحث الصوت، سقوط الشعر، خشونه الصوت، خشونه الشعر. فممكن كل هاي اعراض انه تنبهنا انه ممكن انه او زياده وزن، مثلا زياده وزن غير مفسره، ممكن انه انا عم زيد وزني رغم اني اكلي قليل، ممكن انه تكون لها سبب. صحيح. بنسبه حوالي 30% انه يكون سبب الغده الدرقيه. ممكن انه نلاقي مثلا بطء بالقلب، ممكن انه نلاقي وزمات بالوجه او بالاطراف حسب ما يعني طبعا حسب شده او خلل القصور او شده القصور بالغده الدرقيه. طبعا وقت بتجينا هالاعراض وهي غالبا بتجي يمكن اعراض غير نوعيه، الشكوى الاساسيه اللي عم يجي فيها المرضى هلا هي انه في زياده وزن غير مفسره، تعب، اعياء، واحيانا كثير عم تجينا تساقط شعر الراس، وكثير هي الاعراض عم تتوارد هلا، خصوصا هلا يعني اكثر شيء النساء يعني انه بيشوفوها فيهم. نعم. فبيقولوا انه والله ممكن انه تكون هي لها سبب، فبيلجأوا الى الطبيب. طبعا هذا الحكي ممكن، بس مو كل يعني كل هال انه تساقط الشعر انه سبب، ممكن يكون سبب هو الغده الدرقيه، بس ممكن يكون اسباب اخرى ايضا. صحيح. عدا انه كمان ممكن انه اسباب اخرى غذائيه مثل اعواز اليود، مثلا اعواز اليود بالغذاء كمان ممكن ياثر سلبا او يعمل قصور غده درقيه. ممكن مثلا الامراض المناعه الذاتيه اللي ممكن انه بشكل مناعي ذاتي هو اكثر الاسباب شيوعا لقصور الغده الدرقيه. ممكن انها يكون في عنا اضداد من نوع معين، اضداد البيروكسيداز الدرقيه تعلى، وهي اللي بتخرب الغده الدرقيه، السام يعني شكلها الجسم وخرب الغده الدرقيه وهي اكثرها شيوعا. ممكن مثلا قصور درق بدئي، يعني ما له سبب صار هيك فجاه. نعم. ممكن يكون ولادي، ممكن يكون يظهر مع الايام انه الغده صغيره وما عم تفرز. ممكن يكون في عنا جراحه على الغده الدرقيه، جراحه على الغده الدرقيه كمان ممكن جزئيه او كليه، يعني استئصال تام ممكن انه يولد وراء قصور غده درقيه، او تعرض للاشعاع مثلا غده الاشعاع معين نتيجه مثلا مرض معين على العنق او على الصدر، او ممكن انه اخذ جرعات زائده من الادويه بسبب لعلاج فرط نشاط الغده الدرقيه، فممكن انه يعمل قصور غده درقيه. كل هي اسباب وارده. نعم. ممكن انها نشوفها بقصور الغده الدرقيه. نعم دكتوره، يعني حكيتي كثير شغلات مفصله حول الغده الدرقيه، ومثل ما بنعرف خلينا نقول الغدد بشكل عام بجسم الانسان، يعني فينا نقول انه هي عصب لعمل الجسم، سواء كانت الغده الدرقيه او النخاميه او اي
خلل باي غده بياثر سلبا على هرمونات الجسم وعلى الجسم. يمكن ذكرنا ايضا بالغده الدرقيه يمكن بتبطئ الاستقلاب والايض، وعكس الغده خلينا نقول اللي الكمان النخاميه ايضا اذا في حال فرزت، ولا فقط الغده الدرقيه هي بس بتاثر على الاستقلاب، باقي الغدد شو وضعها؟ هلا امراض النخامه بالذات قصور الغده النخاميه، قصور الغده النخاميه نادره يعني مو كثير انه شائعه، اما قصور الغده الدرقيه البدئيه هي الشائعه. تمام. قصور النخامه غالبا بنشوفه يعني بعد ورم مثلا دماغي، بعد ورم عن النخامه، بعد استئصال ورم نخامي، او مثلا عند الاطفال ممكن يشخصوا الولدان انه اول شيء قصور نخامه. هاي اسباب ثانويه لقصور درق ثانوي. الاعراض اخف موجوده بتكون، يعني في عندنا مثلا بطء بالكلام، في عندنا تعب اعياء، بس دائما الاعراض اخف من قصور الدرق البدئي اللي هي العله فقط بالغده الدرقيه. وفي عندنا الغده الكظريه، طبعا الغده الكظريه شغله غير تماما، بتفرز الكورتيزون، بتفرز الفق، فاكيد شغله غير تماما عن الغده الدرقيه او الغده النخاميه. فكل غدة إلها عمل معين ولها أعراض أكيد. دكتورة كتير بيحكوا أن عوامل خطر الغدة الدرقية مثلا عند الأشخاص اللي عمرهم مثلا فوق 60 أو 65، أو يكون في تاريخ عائلي يعني يمكن تكون وراثة كمان، وكمان بيقولوا إذا الوحدة حامل هي يعني أكثر عرضة من غيرها، والنساء أكثر من الرجال. خلينا يعني نصحح الكلام. طبعا هلا انت عم تحكي بعوامل الخطر. طبعاً. عوامل الخطر ممكن يعني امتى بنصاب ممكن بقصور الغده الدرقيه. هلا في عندنا اولا النساء بشكل عام، خاصه فوق ال 40 سنه، المسنين فوق ال 65 سنه، مثل ما حكيت الحوامل ممكن ببدايه الحمل او نهايه الحمل او بعد الولاده بست شهور، خلال بدايه الحمل الاولى عفوا الولاده الاولى، او انه عنده قصه وراثيه لا قصور غدة درقية، سواء التهاب درق هاشيموتو بيقولوا له التهاب درق مزمن مناعي المنشأ، أو إنه قصور درق بدئي، يعني في قصة وراثية بالعيلة، هي كلها لازم نحن أو عم يتناول أدوية مثل النفسية مثل الليتيوم، أو أدوية مثل الكوردان هذا الأميودارون اللي ممكن إنه ينافس اليود وبيعمل قصور غدة درقية لاحقا. فممكن هي كلها أسباب إنه نقدر لازم نشيك على عمل الغدة الدرقية بتحليل هو اسمه التي اس اتش. فوقت بنعمل هذا التحليل ساعتها هو ممكن يقلنا بعدين انه نحن بنكمل بهرمونات ثانيه، او انه هو مؤشر انه يقلنا انه هون في قصور غده درقيه او في فرط نشاط غده درقيه او في اي خلل بعمل الغده الدرقيه. طبعا في عندنا فوق المسنين اللي فوق عمرهم فوق ال 65 سنه، هلا ممكن يكون في عندنا قصور درق اسمه تحت سريري، يعني قصور الدرق تحت السريري هو التي اس اتش بيكون تحت العشره اذا بدنا نجي بالمخبر، وما بيكون في عندنا اعراض صارخه. طبعا الاعراض عند المسنين يختلف تماما عن الاعراض عند الاطفال او الاعراض عند البالغين. المسنين بيجوا بتعب، ما بيحسوا بالاعراض، يعني ممكن كآبه، ممكن فبتحسيهم انه غير مفسر. بس هون العلاج بقى، العلاج اذا ما كان يعني اذا كان قصور درق تحت سرير يعني ما تعدى التي اس اتش العشره وما فيها الاعراض، يعني مثلا ما عندنا مشاكل مرافقه انه ممكن انه ما نعالج، يعني اذا كان تي اس اتش تحت العشره وانه الاف تي 4 بتكون طبيعي، هذا هو قصور الدرق تحت السريري، فهون ممكن انه نتركه لا على المراقبه هو الافضل، لانه دائما المسنين العلاج بالهرمون الغده الدرقيه بدنا نكون في تاني كثير بعلاجهم، مو ضروري انه كل واحد عنده قصور درق ولو انه مثلا ارتفاع بالتي اس اتش خفيف انه معناتها لازم يتعالج، لا لازم يندرس وبعدين انه فعلا نقرر انه في علاج ولا لا. نعم، يمكن هذا الطبيب هو اللي بيحدده ليس المريض. يعني احيانا بنشوف حدا جارته قالت لها لا لازم تاخذي هذا الدواء، لا ما بيصير. كثير عم نشوف عالم عم تاخذ ادويه بس انه جارته اخذته فهي تفكر انه نفس الحاله. خلينا نحكي عن العلاج في حال الطبيب طلب العلاج. طبعا قبل مرحلة الجراحة دائما الواحد بيستنفس كل شيء بعدين آخر شيء الجراحة، قديش كمان مهم أنه نحن نعطي العلاج خلينا للمدة اللي بيحددها الطبيب حسب حالة المريض، بعدين نحن نفهم المريض أنه نحن صار الوقت أنه صار بده جراحة أو يمكن ما عاد بده شيء. هلا قصور الغده الدرقيه غالبا لا يحتاج الى جراحه، اذا كان قصور درق بدئي غالبا الغده ضامره، الغده صغيره، فلا جراحه لا هلا ولا بعدين. تمام. الالتهاب الغده الدرقيه هاشيموتو اللي هو التهاب درق مزمن مناعي المنشا، هلا غالبا هدول بيجوا بكبر في عندهم احيانا سلع يعني ضخامه درقيه. نعم. هلا هي الاستطبابات الجراحه فيها كمان ما في استطباب الا اذا كان كبيره وفعلا ضاغطه، اما هي بالعلاج ممكن انها تصغر حجم الغده الدرقيه مع بفتره وممكن انها يمشي الحال.
مثلا قصور الدرق بعد جراحات الدرق، يعني بيكون عامل جراحه وعامل قصور درق. نعم. فغالبا الجراحه بقصورات الدرق ما بنساويها. نعم. فالعلاج الاساسي اما اذا كان في فرط نشاط غده درقيه ساعتها ممكن انه نحن ندرس الحاله جراحه ام يود مشع او كذا، فهي طبعا هذا مختلف تماما. فقصور الغده الدرقيه بشكل عام الجراحه هي بتكون الجراحه سبب بحدوث القصور، تمام؟ ممكن تكون احد اسبابها. فهون العلاج كثير بسيط، هو الهرمون التيروكسين ليفوتيروكسين. ليفوتيروكسين بينعطى طبعا غالبا قصور الغده الدرقيه العلاج في مدى الحياه. التيروكسين طبعا الغده الدرقيه اذا قصور درق بدي اكيد تيروكسين مدى الحياه، اذا التهاب درق مزمن كمان، اذا كان بعد جراحه الدرق اكيد دائما يعني لازم علاج طويل. علاج لانه خلص الغده ما عم تقدر تشكل هذا الهرمون، فاكيد العلاج مدى الحياه. طبعا الجرعه بتتحدد حسب الوزن، هو 1.6 ميكروغرام على الكيلو، طبعا نحن بنحددها حسب الوزن وحسب، ودائما المراقبه بتكون اول ما بينعطى الهرمون بده يكون طبعا بليفوتيروكسين، بينعطى بجرعات صغيره بعدين تعلى تدريجيا، خاصه عند الكبار بالسن واللي عندهم مشاكل قلبيه، دائما نعطي جرعات صغيره بعدين بنعليها لحتى يقدر يتحملها، لانه بتعرف هرمون التيروكسين له تاثيرات جانبيه بتسرع القلب، مثل مثلا بحس حاله انه يعني اهم شيء تسرع القلب، اهم عرض جانبي انه ممكن انه اذا لقى اذا اخذه فجاه بجرعات كبيره. فبنعطى بشكل تدريجي، وممكن انها مثلا بعد 6 أسابيع من اعطائه اول مراقبه بتصير، وبتتعدل جرعه الهرمون لا. الدرقي اللي هي التي اس اتش. بنراقب نحن وقت بنشخص قصور غده درقيه بنراقب دائما بالتي اس اتش، اذا كان قصور درق بدئي بنراقب دائما بالتي اس اتش، اذا كان فحسب بنشوفه بعد 6 أسابيع من العلاج، اذا كان ضمن الحد الطبيعي فبنبقى على نفس الجرعه، اذا كان زائد او ناقص كمان في تعديل الجرعه. بعدين بتتباعد فتره حسب عمر الشخص، بتتباعد فتره المراقبه ممكن كل 3 شهور بعدين 6 شهور بعدين سنويا، وقت بتستقر الامور عنده ممكن انه كل سنه نعمله مره، فهذا حسب طبعا عمر. فمثلا الاطفال غير المسنين غير البالغين، الاطفال بدايه اذا كانوا عند الولدان مثلا قصور درق عند الولدان لازم اول ما يخلق مثلا يتعاير شهريا، لازم يتعاير عمر السنه، بعدين مثلا كل 3 شهور بعدين مثلا كل 6 شهور، لانه دائما الاطفال نحن بنخاف على الملكات. يمكن يولد بعض الاطفال غير مكتمله الغده عنده او بدون غده اصلا. خلينا الدكتوره نسلط اليوم الضوء على اهميه اليود. اهميه اليود. اليود هلا اليود هو عنصر كثير مهم لتركيب الهرمون الدرقي، واي عوز باليود ممكن كمان يصير في عنا قصور ما بيتركب الهرمون الدرقي، فبده يصير في عنا قصور بالغده الدرقيه. طبعا هي المشكله بالنسبه لليود تفاداها العالم باضافه اليود الى الملح، وصار في عنا هي يعني في عندك احيانا مناطق عوز يود، هي المناطق عوز اليود هلا يعني صارت بشكل قليل، انه ممكن انه نتفادى هذا الموضوع باخذ اليود بالملح. فطبعا هذا هو يعني، وطبعا اليود لازم يكون يعني الجرعه تبعه عند الحوامل اكثر من اللي بتاخذها، مثل الفيتامينات الحاويه على اليود لازم تكون اقل شيء 250 ميكروغرام حاويه على اليود اثناء فتره الحمل، والحوامل لازم ياخذوا فيتامينات حاويه على اليود مشان ما يصير في عندهم او يجنبوا اطفالهم قصور غده درقيه، ممكن انه تكون يخلقوا الاطفال بقصور غده نتيجه عدم الام يا اما متعالجه بهرمون التيروكسين عندها قصه درقيه او انه متعرضه لعواز يود. نعم، يعني دكتورة هيك نصائح أخيرة يعني لكل اللي عم يتابعنا، معلومات كثير مهمة تعرفنا عليها جديدة، يعني نحن تعرفنا عليها وإن شاء الله يكونوا المشاهدين هيك قدروا يستفيدوا، نصائح هيك منك. طبعا أهم شيء إنه وقت بحسوا بإعياء غير مفسر، مثلا بحسوا بوجع عضلات، بمثلا بدانة ولو خفيفة، بزيادة وزن، ممكن يعني يعملوا سكرينينج، يعني هو اختبار تي اس اتش ممكن انه، او مثلا حسوا بتساقط شعر، يعني ممكن يكون في مشكله غديه بالنص ممكن دراستها. وبعدين بالنسبه ل طبعا لحدا يعطي ياخذ دواء لحاله، يعني اكيد لازم يراجع الطبيب. الليفوتيروكسين دواء يعني لازم يعني زيادته ممكن انها تؤدي لزياده شهيه، يعني تعمل بشكل عكسي، يعني مو انه مثلا انا عندي قصور خفيف بالغده انه لازم اخذ ليفوتو، لا هذا لازم يكون باستشاره الطبيب. فهيك نحن بننصح في هذا المريض انه ما ياخذ على كيفه الدواء اكيد، ولا باستشاره الى طبيب، استشاره اختصاصيه كمان. اكيد متشكرك كثير دكتوره، متشكر معلوماتك القيمه، واكيد كل اللي عم يتابعنا استفاد من هالمعلومات القيمه.